بغداد والهواء والإرسال، صبيحة نهار يقرأها التاريخ بتأنٍ، الثاني من أيار صيف 1957. فهذه الأقمار والعاملون فيها تتهيأ لمشاركة أول بث لتلفزيون عربي في الشرق الأوسط. تخيل ماذا لو كنت جالساً هناك في انتظار هذا الخبر الأول، خبر انطلاق أول تلفزيون من العراق، وتحديداً من عاصمته غير المكتشفة بعد للجماهير. المخاطبة من خلال شاشة صغيرة، حتى من بعض الأمور اللي بيها نوع من الفكاهة، أحد أصدقائي يقول من جبنا أمي ودنا ننظر للتلفزيون، رأساً لبسة العباية وخجولة تصور المذيع ده يشاهدها يعني، فجزء من الطرافة، ولكن هي تلك العام يعني التلفزيون لعب دور كبير، دور على مستوى النضال الوطني، على مستوى الوعي المجتمعي. مشاعر مختلفة عاصرها أولئك الذين يترقبون مشاهدة أول بث إرسالي للتلفزيون العراقي، فهي ليست جريدة يومية تقرأ ولا حتى مذياعاً ينقل أصوات فعاليات غير مرئية، بل خطوة ريادية هي الأولى في تشكيل ذائقة عربية فنية وموسيقية وحتى اجتماعية ضمن أجيال. التلفزيون مهمة أساسية في تغيير ثقافة وإحساس وجمالية الأشياء التي يمكن أن تؤثر في الناس وتسهم في تطورهم وثقافتهم ووعيهم وحتى في ذائقتهم الجمالية. الجمال يصنعه التلفزيون بشكل أساسي. هذه الذاكرة مرت مثلها مثل قصص كثيرة، لكنها احتفظت بذائقة خاصة للمتطلعين في تجارب الإنسان ومغامراته الرائدة شرقا وغربا. من بغداد لبرنامج بيت للكل، صبرٍ كاظم.